وقع حادث مقتل زمجي على يد الشرطة في مدينة تشارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، ما أثار احتجاجات واسعة، ومن ثم اندلعت مواجهة بين مئات المحتجين ورجال الشرطة، ما أدى لإصابة عشرات رجال الشرطة بجروح. ومع تصاعد الاحتجاجات يوم الأمس الأربعاء، قتل أحد المتظاهرين بالرصاص. وقد أعلنت مدينة تشارلوت عن حالة طوارئ حاليا، وأرسلت بعض الجنود ورجال الشرطة للمساعدة على حفظ النظام في المدينة. احتشد آلاف المتظاهرين في الشوارع احتجاجا على مقتل زنجي يدعى كيسي سكوت يوم الأربعاء، حيث فرقت الشرطة المتظاهرين باستخدام القنابل الدخانية، فيما وقعت أعمال العنف خلال الاحتجاجات، حيث لقي أحد المتظاهرين حتفه جراء إصابته بالرصاص، فيما أكدت الشرطة المحلية هذا الخبر. هذا وكانت الشرطة قد قتلت كيسي سكوت بالرصاص يوم الثلاثاء، وما زال هناك تفاصيل مثيرة للجدل في هذا الحادث. ففيما قالت الشرطة إن الشرطية وجه عدة تحذيرات لسكوت لوضع سلاحه على الأرض، غير أن أهالي سكوت ذكروا بأنه لم يكن يحمل أي سلاح وكان في طريقه لاستقبال أولاده. واحتشد مئات المتظاهرين مساء يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على مقتل الزنجي، حيث أغلقوا الطريق السرية وقاموا بأعمال حرق، مما أجبر السيارات على الوقوف جانبا، في حين أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إن المواجهات أدت إلى جرح 16 شرطيا على الأقل.